السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ وحشتوني جدا. هنكمل مع بعض دروس التاريخ بتاعتنا، ودلوقتي هناخد درس شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة. بس طبعا عشان نبدأ الدرس بتاعي لازم مراجعة سريعة كده. أنا قلت التاريخ الفرعوني عندي المؤرخون قسموه لتلات عصور: عصر دولة قديمة، وعرفنا بيطلق عليها اسم عصر بناة الأهرام ممتازين بما تفسر، قلنا لقصرة أو لتميز الأهرامات التي بنيت في هذا العصر. جه بعد كده هنا حالة من الضعف لحد ما استطاع الملك منتوحتب الثاني اللي هو يبدأ عصر جديد اللي أطلقنا عليه عصر الدولة الوسطى، واللي لقب أو أطلق بعصر الرخاء الاقتصادي. والسبب في كده قلنا إن الملوك اهتموا بمشروعات زي الري والزراعة والصناعة والتجارة. وقلنا في آخر عصر الدولة الوسطى جه هنا الهكسوس، الغزاة المحتلين اللي احتلونا، لحد ما استطاع الملك أحمس اللي هو يطردهم خارج البلاد، وبدأ بالملك أحمس عصر جديد اللي هو عصر الدولة الحديثة، موضوع درس النهاردة. اللي هعرف إن عصر الدولة الحديثة أطلق عليه عصر المجد الحربي. يبقى الدرس بتاعي بتاع النهاردة شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة. قلنا الملك أحمس قدر اللي هو يوحد الجيش ويطرد الهكسوس من مصر، عشان كده بدأ عصر جديد بيه اللي هو عصر الدولة الحديثة، أطلقنا عليه عصر المجد الحربي. يجي يقول لي بما تفسر يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي؟ هقول لكثرة انتصارات ملوكها على الأعداء وتوسيع حدود الدولة المصرية. الملوك في الوقت ده احنا قلنا كل عصر كل الملك بيبقى مهتم بحاجة معينة. بنلاقي عندنا عصر الدولة الحديثة الملوك كانوا مهتمين بالحدود والحروب وتوسيع حدود الدولة. يبقى بالظبط ما يجي يقول بما تفسر يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. يا ريت لو نسجل مع بعض الأسئلة. هنقول بسبب كثرة انتصارات ملوك الدولة الحديثة على الأعداء وتوسيع حدود الدولة المصرية. عندي أول ملك من ملوك عصر الدولة الحديثة، طبعا ملك كلنا عارفينه، خدنا الدرس اللي فات، وهو الملك أحمس. مين أو إيه أعمال الملك أحمس؟ بنقول هو اللي استطاع اللي هو ينتصر على الهكسوس ويطردهم خارج بلدنا عن طريق اللي هو وحد الجيش واستخدم العجلات الحربية. تاني ملكة خدها عندي في عصر الدولة الحديثة ملكة شهيرة جدا أو مشهورة جدا، وهي الملكة حتشبسوت. بنقول انا قلت في الوقت دوت معظم الملوك اهتموا بالحروب، عشان كده العصر بتاعهم اطلق على عصر المجد الحربي. بلاقي الملكه حتشبسوت كانت مختلفه عنهم بعض الشيء. ليه ما اهتمتش بالحروب؟ الاقي حد دلوقتي يقول لي هي عشان هي مسكت امراه عشان كده ما اهتمتش بالحروب، اقول له بالعكس، هي كانت قويه جدا. تعرف ان الملكه حتشبسوت حكمت مصر اكتر من 20 سنه، عهدها كان كله فتره قوه وامن واستقرار، يدل على ان الملكه دي كانت قويه جدا. امال طب هي ما كانش عندها في حروب، امال كانت قاعده ال20 سنه بتوعها دول بتعمل ايه؟ بقول اهتمت بالتجاره ونهضت بالفنون وقامت باعمال كثيره. تجاره يعني بدات تتاجر مع دول تانية زي اللي هنشوفها دلوقتي. فنون وعماره يعني بدات تبني حاجات زي الصوره اللي عندنا هنا، بنت لينا معبد الدير البحري. هي مش بنته، هي نحتته في الصخر. معبد الدير البحري ده موجود غرب الاقصر، ديت الصوره بتاعته. نتخيل مع بعض كده قد ايه الناس دول كانوا أقوياء جدا، كانوا ناس مبدعين، كان عندهم تقدم في جميع المجالات، فنون وعلوم وعمارة. عند الصخرة الكبيرة دي هي قدرت إنها تنحت في قلب الصخرة وتعمل المعبد بتاعها المشهور اللي موجود لحد دلوقتي، والسياح بيجوا من كل دول العالم عشان يتفرجوا عليه. معبد الدير البحري غرب الأقصر بتاع الملكة حتشبسوت. طيب البعثات التجارية بتاعتها كانت لفين؟ أو يعني إيه الأول قبل ما ناخد كانت بتبعتهم فين؟ يعني إيه بعثة تجارية؟ بعثة تجارية مجموعة من الناس برسلهم لدولة معينة عشان ينشطوا العلاقات التجارية بتاعتي مع الدولة دي. زي ما انا ما بروح اشتري حاجة من السوبر ماركت اللي جنبنا كده، انا بيحصل بيني وبينها علاقات تجارية. تمام كده. عندي الملكة حتشبسوت ارسلت لثلاث مناطق. عندي اول منطقة بلاد بونت. بلاد بونت دي مكانها فين دلوقتي؟ بتساوي مكان الصومال، بلاد الصومال حاليا. طب كانت بتشتري ايه من بلاد بونت؟ كانت بتشتري من هناك البخور والعاج والاحجار الكريمه. البخور طبعا اللي احنا عارفينه كلنا اللي احنا بنستخدمه في البيت، البخور. العاج دوت اللي هو سن الفيل، كانت بتجيبه وتعمل منه حلي وادوات للزينه زي الاحجار الكريمه.
أرسلت برضو بعثات تجارية عندي إلى أسوان. أسوان هنا طبعا في جنوب مصر. طيب الهدف من أسوان كان لجلب الأحجار الضخمة. طب هي هتعمل إيه؟ أما تجيب من أسوان أحجار ضخمة هتستخدم الأحجار ديت في إيه؟ بقول لي بناء المعابد. أنا قلت عهدها يعني عهد عمارة، فكانت بتبني معابد كتير، فكانت بتجيب الحجارة دي منين؟ من أسوان. أرسلت بعثات تجارية تالتة إلى فينيقيا. فينيقيا دي اللي هي بلاد لبنان حاليا، فوق هنا كده. طيب كانت بتجيب ايه من فينيقيا؟ كانت بتجيب الأخشاب. يجي هنا سؤال يقول لي بما تفسر إرسال الملكة حتشبسوت رحلة تجارية إلى بلاد بونط وأخرى إلى محاجر أسوان؟ هقول له طبعا بلاد بونط كانت بتشتري من عندها لجلب يعني شراء أو إحضار البخور والعاج والأحجار الكريمة. طب محاجر أسوان كانت بتجيب من هناك الأحجار الضخمة لبناء المعابد، وطبعا لو زودنا فينيقيا كانت بتجيب من هناك الأخشاب. عندي بعد كده الملك الثالث من ملوك عصر الدولة الحديثة، عصر المجد الحربي، الملك تحتمس الثالث. طيب الملك تحتمس الثالث ده بنقول قد إيه؟ كان قائد عظيم جدا في مجال السياسة والحرب اللي هو المجال العسكري. ليه عمل ايه؟ بقول استطاع الملك دوت اللي هو يقوم ببطولات عظيمة التاريخ بيشهد بيها لحد دلوقتي. اول حاجة بقول شن حملات كثيرة جدا على بلاد سوريا وفلسطين. بعض المؤرخين قدروها اللي هو شن هناك 16 حملة، يعني بعد 16 حملة عسكرية قدر من خلالها اللي هو يخضع سوريا وفلسطين لنا النفوذ المصري. سوريا وفلسطين هنا على الخريطة اهم، وطبعا مصر دي احنا عارفين مصر هنا. بقول هناك قدر اللي هو ينتصر عليهم في معركة اسمها معركة مجدو. طبعا إلى من تنسب الأعمال؟ انتصر في معركة مجدو الملك تحتمس الثالث. أمن حدود البلاد من ناحية الجنوب اللي هي بلاد النوبة جنوبا اهوت. ايه تاني؟ كان عاوز يسيطر هنا على الجزر اللي في البحر المتوسط، وطبعا احنا عارفين جزيرة مساحة من اليابس بيحط فيها بيحط بيها المياه من جميع الجهات. عندي جزر هنا في البحر المتوسط كان عاوز يسيطر عليها. عشان اسيطر على الجزر دي لازم يبقى عندي اسطول بحري. يعني ايه اسطول؟ يعني مجموعة من السفن تقدر انها تحارب في البحر. بالفعل الملك تحتمس الثالث قدر اللي هو يبني اسطول بحري قوي سيطر بيه على جزر البحر المتوسط. فبالتالي بقول اللي هو اقام اول واقدم امبراطورية مصرية. امبراطورية يعني دولة كبيرة جدا متنامية الاطراف اللي بيحكمها حاكم واحد. بالفعل الدولة المصرية في عهده كانت باللون الأصفر اللي قدامنا على الخريطة، ممتدة من نهر الفرات شمالا فوق في بلاد العراق، وماشية معانا ده كله لحد جنوبا بلاد النوبة. عندي بعد كده الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني بقول له أعمال معمارية وأعمال حربية. أعماله المعمارية بنى معابد كثيرة جدا، أشهرها معبدين يعني أبو سمبل ومعبد الأقصر، ونحت مسلات كثيرة جدا. يعني إيه مسلة؟ هتشوف صورتها دلوقتي. المسلة بالشكل اللي قدامنا ده عبارة عن حاجة زي العمود كده طويلة منحوتة أو مبنية من الحجارة، ويبدأ اللي هو ينقش عليها ويكتب أعماله في الوقت دوت وإنجازاته في الوقت دوت. طبعا دي صورة المعبد أبو سمبل الشهير بتاع الملك رمسيس الثاني. طيب في مجال الحرب بقى عمل ايه؟ بقول قدر اللي هو استطاع هزيمة الحيثيين في معركة قادش. طيب بعد ما انتصر معاهم، دلوقتي انا منتصر، هنلاقيه عمل حاجة غريبة جدا. بعد ما انتصر عمل معاهم معاهدة سلام، وهو كان اول واحد يفكر اللي هو يعمل معاهدة سلام. يعني ايه معاهدة سلام؟ بنقعد انا وانت وبنتفق على بنود معينة، هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. طب هو حد يقول لي طب هو منتصر، ايه اللي يخليه يجبره اللي هو يعمل معاهدة سلام؟ بقول لي رغبته في السلام والتسامح مع الاخرين، عشان كده لقب بانه بطل الحرب والسلام. يبقى مين عندي في التاريخ الفرعوني او تاريخ مصر القديم اللي لقب ببطل الحرب والسلام؟ الملك رمسيس الثاني. بما تفسر لقب الملك رمسيس الثاني ببطل الحرب والسلام؟ هنقول على الرغم من انه انتصر على الحيثيين في معركة قادش الا انه عقد معهم اقدم معاهدة سلام في التاريخ. طب هو ليه عقد معاهم معاهدة سلام؟ هنقول بما تفسر توقيع رمسيس الثاني لمعاهدة السلام مع الحيثيين رغم انتصاره
لرغبته في السلام والتسامح على الرغم من انه انتصر عليهم، عشان ده راجل بيحب السلام والتسامح. ما بقول بتكلم عن رمسيس الثاني بيفكرني بحد في التاريخ الحديث اللي هو طبعا الرئيس الراحل محمد انور السادات. طبعا احنا عارفين ان اسرائيل كانت محتلة عندنا سيناء، شبه جزيرة سيناء، واحنا قدرنا ان احنا نرد شبه جزيرة سيناء لينا ونرجع كرامة الجندي المصري في حرب 6 أكتوبر 1973. على الرغم من كده السادات قعد مع إسرائيل وعمل معاهم معاهدة سلام. طب هو عملها ليه؟ نفس الكلام أو نفس السبب اللي خلى رمسيس الثاني يعمل معاهدة سلام، اللي هو رغبته في السلام والتسامح، عاوز يعيش بسلام وتسامح. وبكده ملوك عصر الدولة الحديثة بتوعي خلصوا. بس طبعا للأسف بيجي وقت زي ما احنا قلنا الدولة زي الإنسان بيجي عليها فترة ضعف وانهيار عشان تموت ويحل محلها ناس تانيين او حد تاني يجي مكانها. عندي عصر الدولة الحديثة برضو بقول في اواخر عصر الدولة الحديثة سادت حالة من الضعف. الضعف دوت شجع غزاة محتلين تانيين يجوا يحتلونا، اللي هما في الوقت دول كانوا الفرس، وظل الفرس يحكموا مصر فترة طويلة. وهيجي بعد كده الاسكندر الاكبر المقدوني اللي هيحتلنا هو كمان وهيبني عندنا الاسكندرية، بعد كده البطالمة والرومان لحد الفتح الاسلامي لمصر، وده ان شاء الله هناخده في السنة 5 ان شاء الله. طيب نحل اسئلة كتاب المدرسة مع بعض مع بعض، يلا نفتح الكتاب بسرعة. بيقول لي بما تفسر تسمية عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي؟ قلتها في اول الدرس. طبعا بنقول لان الملوك اهتموا بالحروب في الوقت ده او لكثرة انتصارات الملوك على الاعداء وتوسيع حدود الدولة المصرية. تاني سؤال، بما تفسر إرسال الملكة حتشبسوت رحلة تجارية إلى بلاد بونت وأخرى إلى محاجر أسوان؟ قلنا بلاد بونت أرسلت إلى بلاد بونت ليه؟ نراجع مع بعض بسرعة. أيوة بلاد بونت اللي هي الصومال، لإحضار البخور والعاج والأحجار الكريمة. طب محاجر أسوان ليه؟ محاجر هي جاية من اسمها محاجر، يبقى لجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد. رقم جيم، في بما تفسر توقيع رمسيس الثاني لمعاهدة السلام مع الحيثيين رغم انتصاره، هنقول لرغبته في السلام والتسامح مع الآخرين. السؤال التاني عندي بيقول لي إلى من تنسب الأعمال؟ رقم واحد الانتصار في معركة مجدو، طبعا الملك تحتمس الثالث. الانتصار على الحيثيين في معركة قادش، يبقى الملك رمسيس الثاني. عقد أقدم معاهد السلام في التاريخ هو برضو الملك رمسيس الثاني. تكوين أول إمبراطورية في التاريخ قلنا الملك تحتمس الثالث، اللي امتدت من نهر الفرات شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا. بناء معبد الدير البحري، طبعا الملكة الشهيرة الملكة حتشبسوت. نشوف بعد كده عندي هنا بيقول لي الملوك بتوع عصر الدولة الحديثة من القديم للحديث. أول ملك خدته الملك أحمس، بعد كده الملكة حتشبسوت، مفروض رقم 3 عندنا اللي هو انتصر في معركة مجدو هيبقى الملك تحتمس الثالث هنا على النقط، بعدين بعد كده آخر ملك خدته النهاردة الملك رمسيس الثاني. نرجع تاني أعمال كل واحد. الملك أحمس قلنا انتصر على الهكسوس وطردهم خارج البلاد. الملك حتشبسوت عهدها كان عهد سلام واستقرار، بنت معبد الدير البحري، اهتمت بالبعثات التجارية خاصة إلى بلاد بونت، محاجر أسوان، فينيقيا. الملك هنا قلنا تحتمس الثالث يبقى الانتصار في معركة مجدو. إقام أقدم وأول إمبراطورية في التاريخ، شن 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين، بناء أسطول قوي سيطر بيه على جزر البحر المتوسط. آخر ملك عندي الملك رمسيس الثاني، قلنا الانتصار على الحيثيين في معركة قادش، عقد معهم أقدم معاهدة سلام في التاريخ، لقب ببطل الحرب والسلام. أعماله المعمارية طبعا بنى عندي معبد أبو سمبل ومعبد الأقصر. هناخد دلوقتي أسئلة مراجعة سريعة على الدرس. لو جه عندي بيقول لي السؤال الأول ضع علامة صح أو خطأ. انتصر الملك رمسيس الثاني في معركة مجدو،
رمسيس الثاني؟ هتبقى طبعا الإجابة خاطئة. رمسيس الثاني انتصر في معركة قادش. أو نغير كلمة رمسيس الثاني ونحط مكانها تحتمس الثالث. 2. نجح أحمس في طرد الهكسوس من مصر. طبعا صحيح، هو قاهر الهكسوس. كانت الملكة حتشبسوت رحلات تجارية مع بلاد بونت. أيوة صح، كان بتجيب من هناك البخور والعاج والأحجار الكريمة. وقع الملك رمسيس الثاني أقدم معاهدة سلام في التاريخ. صح، عشان كده لقب ببطل الحرب والسلام. استطاع الملك رمسيس الثاني هزيمة الحيثيين في معركة فارس. طبعا الجملة خاطئة، هو استطاع هزيمتهم بس في معركة قادش. البعثة التجارية هي مجموعة من التجار ترسل للقيام بعمل ما يساعد على تقوية العلاقات التجارية بين الدول. الإجابة صحيحة، ده تعريف البعثة التجارية. نكمل مع بعض. عندي بعد كده رقم 7. أنشأت الملكة حتشبسوت معبد الدير البحري غرب الأقصر. صح، شن الملك تحتمس الثالث 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين. صح، يلقب الملك أحمس ببطل الحرب والسلام. غلط طبعا، بطل الحرب والسلام عندنا الملك رمسيس الثاني. يعرف عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. صح، لكثرة انتصارات الملوك على الأعداء وتوسيع حدود الدولة المصرية. نشوف التاني جزئية من الأسئلة عندي. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة تجارية إلى بلاد، طبعا هتبقى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. الملك الذي لقب ببطل الحرب والسلام هو الملك رمسيس الثاني. شن الملك تحتمس الثالث كام حملة عسكرية على سوريا وفلسطين؟ 16 حملة عسكرية. بنى الملك رمسيس الثاني الكثير من المعابد مثل معبدي أبو سمبل. حدثت معركة قادش في عهد الملك رمسيس الثاني. يعتبر الملك نقط مؤسس الدولة الحديثة. طبعا خدتها في أول الدرس وقلت الملك أحمس لما طرد الهكسوس بدأنا عصر جديد وعصر الدولة الحديثة، يبقى الإجابة عندي الملك أحمس. أرسلت الملكة حتشبسوت بعثة إلى بلاد فينيقيا لجلب. فينيقيا طبعا كنا بنجيب من هناك الأخشاب. دلوقتي أنا عملت مراجعة سريعة لعصر الدولة الحديثة، عصر المجد الحربي. أي سؤال هتسيبهولي وهنرد عليه إن شاء الله. شكراً.